يمثل نزلاء السجون مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب التكاليف الباهظة التي تتطلبها السجون. لذلك لجأت بعض الدول لفكرة إعادة تأهيل السجين كنقطة بداية لتحريره وإعادة دمجه في المجتمع الذي تم عزله عنه. سنعرض هنا 10 طرق قانونية تمنح السجين فرصة للخروج من السجن أو تخفيف العقوبة. الحياكة من أجل الحرية. البرازيل واحدة من الدول التي تعاني من تكدس أعداد المساجين بالسجون، وكثيرا ما يسبب ذلك أعمال العنف وشغب داخل السجون. وعندما وجدت مصممة الأزياء ريكويل جاماريتس نقصا خطيرا في العاملين بالحياكة بالبرازيل، كانت صاحبة الفكرة في تحويل أكبر قوة عاملة في سجون البرازيل بالعمل في الحياكة لسد العجز وتقليل مدة العقوبة في نفس الوقت. فمقابل كل 3 أيام عمل يتم تخفيض يوم من مدة السجن، وقد أطلق على المشروع زهرة اللوتس، وبالفعل استغله الكثير من المساجين في تقليل مدة سجنهم. اليوغا. الهند بلد آخر يعاني من زيادة كبيرة في عدد المساجين، وثمن الحرية في الهند بسيط وممتع للغاية، وهو تعلم رياضة اليوغا، حيث يتم حذف 15 يوما من المدة لكل شهر مارست فيه اليوغا، فضلا عن أنها تعلم السجناء كيفية ضبط النفس والتخلص من الأفكار السلبية وشحنات الغضب والعنف التي قد تعتريهم. الكتابة. عودة مرة أخرى إلى البرازيل، حيث تعتمد الفكرة هذه المرة على كتابة تقارير عن ما استفاده السجين من قراءته لمجموعة متنوعة من الكتب في مختلف المجالات كالأدب والفلسفة وعلم النفس والتاريخ. ومقابل كل 12 تقريرا يتم خفض فترة العقوبة 24 يوما، ولا بد أن تكون هذه التقارير خالية تماما من الأخطاء الإملائية ومكتوبة ومنسقة بشكل جيد. التنظيف. الولايات المتحدة هي الدولة التي تمتلك أكبر عدد مساجين، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 2,200,000 سجين. فمن بين كل 100,000 مواطن يوجد حوالي 730 سجينا، لذلك لا غرابة في أن الدولة تبحث عن أي طريقة للتقليل من أعداد السجناء. فمثلا من يقوم بأعمال النظافة داخل السجن يتم تخفيض مدته على حسب عدد الساعات التي عمل بها، لكن الفكرة غير مقبولة لمعظم السجناء، فهي بالإضافة لكونها مقززة فإنها أيضا خطيرة بسبب المناوشات التي قد تحدث بين السجناء. حفظ القرآن. عندما سيطرت حركة المقاومة الإسلامية حماس على قطاع غزة، كان عدد السجناء بقطاع غزة حوالي 350 سجينا. وللعمل على إعادة تأهيل هؤلاء السجناء اتبع قانون جديد بالسجون يقلل مدة العقوبة عاما كامل مقابل حفظ السجين 5 أجزاء من القرآن الكريم. حققت الفكرة نجاحا كبيرا، وذلك لاعتمادها في الأساس على الوصول إلى الهدف الأساسي من السجن، وهو تهذيب النفوس وإصلاحها. الإفراج الصحي. في عام 2013 أعلن المدعي العام الأمريكي إيريك هولدر أن أي سجين يبلغ من العمر 65 عاما وأكثر، بالإضافة إلى كبار السن الذين مضى على سجنهم 10 سنوات أو إكمال 75% من مدة العقوبة، يمكنهم الخروج دون إكمال ما تبقى من المدة، وذلك لأن تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بهم باهظة وتمثل استنزافا للموارد الحكومية. بناء السكك الحديدية. كان الاتحاد السوفيتي مشهورا بنظام معسكرات العمل في سيبيريا، ولروسيا تاريخ طويل في إرسال المعارضين والسجناء في شمال شرق آسيا المتجمدة. لذلك قررت روسيا الاستعانة بالسجناء، فكانت ترسلهم بدلا من العمال إلى هذه المناطق الموحشة، والمقابل هو تقليل يومين من مدة عقوبتهم لكل يوم عمل، مما شجع الكثيرين من السجناء على العمل بهذه الطريقة. وكان العمل الرئيسي لهم في هذه المناطق هو بناء خطوط السكك الحديدية من خلال الغابات الكثيفة في سيبيريا. الالتحاق بالجيش. في سبعينيات القرن الماضي، وتحديدا مع بداية حرب فيتنام، اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا بأن من يتم الحكم عليه بالسجن لأقل من 5 سنوات يخير ما بين قضاء فترة العقوبة في السجن أو الالتحاق بالجيش.
ويقال إن هذا القانون تم وقف العمل به منذ سنوات، ولكن هناك العديد من الحوادث التي أثبتت عكس ذلك. وقد اعترف مسؤولون عسكريون أن هناك بعض الحالات يتم قبولها بالفعل للالتحاق بالجيش من المساجين. القتال. لا يوجد سجن سيء السمعة أكثر من بانكوك هيلتون، وهو السجن الشهير في تايلاند، والذي أطلق عليه السكان المحليون اسم النمر الكبير، وذلك بسبب موت الكثيرين خلف قضبانه. ففي محاولة للتخفيف من اكتظاظ السجون، قام المسؤولون التايلانديون بمحاولة تنفيذ العديد من البرامج المختلفة داخله. فمن المعروف عن تايلاند اشتهارها بفنون الدفاع عن النفس، وخاصة الملاكمة التايلاندية والتي هي جزء من الثقافة الشعبية هناك. في كل عام يقام برنامج في هذا السجن يسمى معركة السجن، وهو عبارة عن تدريب لتعليم السجناء فنون القتال. وبعد الانتهاء من الفترة التدريبية تقام بطولة، وفيها يتم التقاتل بين سجين وآخر أجنبي، والسجين الفائز يتم تخفيض مدته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.